في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، صرح وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بأن الوزارة واصلت صباح اليوم إجراءات تسليم مفاتيح وحدات مشروع مدينة سلمان تزامنا مع عيد الأضحى المبارك لتستمر حتى ثاني أيام العيد، والإسراع في توزيع ما تبقى من الوحدات في إطار الجدول الزمني لتوزيع 5000 وحدة سكنية. وقال وزير الإسكان إن مشروع مدينة سلمان يمثل إضافة نوعية تضاف إلى سلسلة المنجزات الإسكانية التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى، ويعد دفعة قوية باتجاه سرعة تلبية الطلبات الإسكانية. وأكد أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن خطة بناء 25000 وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، وهو الالتزام المنبثق عن الأمر الملكي السامي ببناء 40000 وحدة سكنية، موضحا بأنه في إطار برنامج عمل الحكومة ستقوم الوزارة بتكثيف العمل في باقي مراحل المشروع لزيادة الإنتاجية الخاصة بعدد الوحدات وأعمال البنية التحتية، وذلك وفقا للميزانيات المرصودة لذلك. واليوم عيد إن شاء الله مبارك علينا وعليكم وعلى أمة محمد إن شاء الله أجمعين، وإن شاء الله بيت مبارك إن شاء الله. وأشكر وزارة الأسكان يعني ما قصروا وبدلوا مجهودهم ويانا، وأشكر الكل على وقفتهم وحضورهم لنا ما قصروا، وأشكر الجميع يا رب. والله الصراحة احنا مستانسين، الفرحة فرحتين، ومناسبة العيد نشكر وزارة الإسكان ونشكر الملك والحكومة صراحة يعني. وإحنا الحين مسرورين، إحنا والعائلة مستانسين، نشوف فرحتهم شلون. طبعا في هذا اليوم نشكر وزارة الإسكان تسليم مفاتيح البيت في مدينة سلمان الإسكاني، وخاصة في مناسبة جدا عزيزة لهو عيد الأضحى المبارك. زين، ونشكر الوزارة في تسريع الاستلام المفاتيح، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. صراحة يعني هذا اليوم يعتبر بالنسبة لي أنا وعائلتي أسعد يوم في الحياة، وكلمة شكر ما تو في حق الإسكان ولا وزارة الإسكان ولا القيادة الرشيدة. وفي الواقع يعني هذا اليوم أولا هو يوم عيد، ناسب يوم عيد، وهذا من حظي أنا أعتبر هذا يوم حظ لي أن يكون يوم عيد. فرحة العيد فيه موجودة، وفرحة السلام مفاتيح مال البيت هاي الفرحة الثانية.